ليك يا ألفونس. وي مسيو لبيب. انت بتعرفني اني اخلاقي ضيقه وراسي ما بيحملني. ها يعني اوكي مسيو لبيب. اوكي لو ما بيك الخواجه غاستون انا ما بعلمك هيدي الباسكت بول. اوكي مسيو لبيب. طيب بدك تعرف هيدي لها قواعد. اعراب يعني مسيو لبيب؟ اي اعراب. عم نقول لك قواعد يعني يعني قاعده. يعني يعني قاعده. ليه ملتوقف مسيو لبيب؟ بلشنا بلشنا يا ما تخليني اقول لك اياها. هاي حي على على راس لساني. لا ما تقولها مسيو لبيب. اوكي طج طجتين هيك تعمل هيك وبتزتها. برافو مسيو لبيب. شفت منيحة؟ ها منيحة مسيو لبيب. فرجينا لنشوف. هيك مسيو لبيب. لك هيك يا حمار يا حمار. اطلع فيا. ما تقول لي حمار مسيو لبيب. لك حشتني اللي انت عم تخليني اقول لك حمار. ولك يا الفونس. طجة اثنين ايه ايوه ايوه ما أيوة. فاتت مسيو لبيب. شو وين؟ انت مبرمج برمجه. انت ما في زتيتها هيك ورجعت وقفت محلك. غلط هيدا الشيء غلط. مثل ما عم اقول لك غلط. هيك ها اثنين وزتها هيك. يلا شوف هيك هيك. ايوه حمار حمار مركب راس حمار. شو بدي اعمل لك؟ شو بدي اعمل لك؟ هلا بدك تعمل انت ديفنس وبدك تمنعني اني انا اقطع. بدك تلقطني. اوكي مسيو لبيب. وما بتفلتني. اوكي مسيو لبيب. وما بتخليني اقطع. اوكي مسيو لبيب. منيحة هلا يا الفونس. يلا على الصفايرة. يلا لك القط. لك شو بك؟ لك شو هذا؟ لك شو عم نلعب مصارعة؟ قلت لي غلطك مسيو لبيب ما خليك تقطع. لك خي هيك ما بيلقطوا هيك. قوم بيلقطوك على اخوانيك. قوم بقى هيك. لك هيك بيلقطوني. قوم وقف. قوم لك بتلقطني بتمنعني بتسدلي بتعمل لي ايديك هيك. انت عمول. يلا هلا انا الديفنس رح فرجيك كيف. اوكي مسيو لبيب. على الصفايرة. يا ساتر يا رب. لوين رايح؟ لقطني مسيو لبيب. شو هذا؟ لقطني مسيو لبيب. لشو هالص لدوختني. تعال ها تعال ها. الفونس ليه حمار انت هيك؟ ما تقول لي حمار مسيو لبيب. ليه مركب راس حمار؟ ليه انت هيك؟ هيدا ووكينج اسمه بالباسكت بول. شو عم نلعب رجبي نحن؟ بونجور. اهلين بونجور خواجه غاستون. كيفك مسيو لبيب؟ انا منيح ماشي الحال. بس ابنك اللي منه منيح. ليه مسيو لبيب؟ لانه هلكني. هيدي الباسكت ما قلو فيها. روح علمو شي تاني ما خصو فيها بالمرة. ليك مسيو لبيب انا كنت عم راقب الوضع من هون واخدت شوية ملاحظات. ايه نعم. بعتقد يمكن تكون انت عم بتعلمو غلط مسيو لبيب. انا اللي بدي اعلمو غلط؟ ايه نعم. شفت اذا بدك تجيب له مايكل جوردن يعلمو ما رح يمشي حاله. خلص حمار ومركب راس حمار. ما تقول حمار مسيو لبيب. ليك يا ابني خلص انا رح علمك اياه على طريقتي. اوكي بابا. انت بدك تعلمه؟ اي نعم. اهم شيء بابا انك تعرف تلاقي البوينت اوف فيو تبعك. تركز على المطرح. كيف كانك عم تضرب بالهاون المدفع الهاون؟ وي بابا. بلاي ستيشن. في عندك شيء اسمه انرجي سينيتيك. اول شيء عندك فورس بوتنسيال. في عندك لونج تراجكتوار لازم تكون بين 45 و 90 دوغري. البوينت اوف فيو حكينا عنه. انت خبرتك عن الكوسينوس. ليك الفورمول. كوسينوس اكس ايجال 1 سور سينوس ايغريك بلس 2.4 سور تانجنت ايغريك او كاري موان راسين كاري دو سينوس اكس. بيطلع معك. اوكي بابا. بجربها بابا. لك شو اكس وفيكس وليكس انت وياه كمان؟ راسين كاري. اوعى انتبه ما تعلو يا غلط. لك اي راسين كبي وراسين كاري؟ هيدا مركب راسين حمار ما بيحط حطاني بقى. ما تقول حمار مش هدي يا خيي. فرجيني شوف شو بدك تعمل. يلا بابا شرف لشو. جرب. اوكي بابا. فرجيني. حط على عيني. بردون شوي مسيو لبيب. حط على عينه بابا. حط ما رح يطلع معك شيء. شرف. برافو برافو. برافو بابا برافو بابا برافو. اولا لا بابا برافو برافو. العم على هالقصة ليك البابا. ايوه يا حبيبي. الحمد والله منك هين ولي الفون. اوه برافو بابا برافو. يا لطيف. العم شو هيدا؟ يخرب بيتك. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. يلا من اخر الملعب بابا. اوكي بابا. عم شو عم يصير؟
برافو بابا، قربت قال لك شغلي. تعال احمد شو هذا؟ خليني اقول لك شغلي. صار على راسي. ليك بابا، ما الحق عليك، الحق على هالمدرب الحمار اللي كان عم بعلمك. شفت انك حمار مسيو لبي؟ ما تقول حمار ولا مركب راس حمار مسيو لبي. نعم عم يطرطقني له فتره.